السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت يعني قد رمقت مجموعة من الأسئلة ديال الطلبة، واش غادي يكون الانتقال الأولي هذا العام، وكيخلي الطلبة ما يوجدوش، ما يبريباروش، ما يديروش مجهود. لهذا كنت درت واحد الفيديو على اساس انني نشرح لهم واش غادي تكون المباراه، شحال غادي تكون النسبه ديال يعني المطلوبه ديال الاساتذه، واش غادي يكون الانتقاء الاولي وما الى ذلك. وهنا يعني جاء التاكيد من يعني اطار في وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، يؤكد على ان الانتقاء هذا العام ما غاديش يكون الانتقاء. وبالنسبة للعدد المطلوب، يؤكد على أن العدد المطلوب غادي يكون ما بين 15,000 أستاذ و 20,000 أستاذ. لهذا أنصحكم بالبدء بالتحضير من الآن والقيام بمجهود من أجل إنسان أن ينجح في المباراة. وهنا كيعطي واحد 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 الفرصة للناس اللي ما داسوش العام اللي داز، ولا اللي غادي يدوزوا هذا العام، يبداو التحضير من دابا، لأنه كاين واحد الفرصة اللي كبيرة جدا، ما يمكنش أنك تضيعها في والو، والعام الجاي عاوتاني تبقى تشكي، والعام اللي موراه تبقى تشكي. دابا الإنسان يبدا يبريباري ويستغل الوقت ما أمكن، لأنه الوقت الله يرحم. هنا غادي نحطيت لكم، يعني راكم شفتوا لا فوتو ديال التعليق ديال الأخضر، يعني الجيلالي الأخضر، اللي هو يعتبر إطارا في وزارة التربية والتعليم. يعني بطبيعة الحال الكلام ديالو كي العام اللي داز كي هذا العام، يعني الكلام ديالو كيكون دائما يعني صحيح، ويعني مصادر موثوقة. حتى العام اللي داز كنأكد على أن المباراة ديال التعليم غادي تكون بدون انتقاء أولي. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.